من جديد برحب بيك كابتن ايمن، الف مبروك ليك ولضيوفك الكرام ولكل مشجعي ومشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان، ومعايا واحد من نجوم اللقاء كابتن حسين الشحات. يعني حسين الف مبروك على الهدف الاول، واعتقد ده يمكن زي ما بنقول يعني مكافاه ربنا ليك عن التعب اللي تعبته الفتره اللي فاتت. بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي للكابتن ايمن طبعا وضيوفه الكرام. الحمد لله والله طبعا يعني مش انا بس، احنا اللعيبه كلها الفتره اللي فاتت احنا بنتعب ومركزين جامد جدا، فالحمد لله ربنا بيكرمنا وبيعوضنا على حاجات كتير، فبنحاول نعوض الجمهور كمان بعد الخساره بتاعه سان داونز، فبنحاول ان احنا نسعدهم ونعمل حاجه احسن ان شاء الله. يعني النهارده بقى ابرز تعليمات الجهاز الفني ليك وانت نازل المباراه، وانتوا كلاعبين كانوا بتقعدوا مع بعض بتتكلموا في ايه؟ والله طبعا يعني كان التعليمات اللي احنا نكمل زي ما احنا، ونحاول لو احنا قدرنا ربنا يكرمنا نجيب جون نجيب تاني، فالحمد لله يعني ده اللي حصل وقدرنا ان احنا نسجل الرابع، فالحمد لله يعني ده توفيق ربنا. والتعليمات طبعا احنا كلنا بنتكلم ان احنا دايما لازم نكسب، احنا بنلعب على المكسب على طول سواء في ملعبك او بره ملعبك او اي مباراه، فالحمد لله قدرنا ان احنا نكسب النهارده، هو فريق فاركو المحترم وجهازه الفني المحترم، فالحمد لله قدرنا نكسبه من النهارده في ملعبهم، فدي حاجه كويسه يعني. يمكن المباراه اللي فاتت قدام سان داونز عملتوا اداء اكثر من رائع، فرص بالجمله ضايعه، لكن يمكن كان توفيق ربنا ما كانش معانا شويه، يمكن ربنا عوضنا النهارده. انتوا كلاعبين بقى بتقعدوا يعني اي فرقه ثانيه غير النادي الاهلي طبعا بتتهز بعد هزيمه في بطوله قاريه زي كده، لكن بسم الله ما شاء الله النهارده ولكن حاجه حصلت والفريق بيأدي بشكل اكثر من رائع. والله طبعا ده اللي انت بتقوله، احنا كل اللي عليها اللعيبه كلها سواء الموجود او اللي بره او كلنا كنا على قلب اللي احنا نكسب، فالحمد لله ما كانش فيه توفيق، بس ربنا كرمنا بعدها ان هو خلاص احنا اتكلمنا مع بعضيها تاني يوم، ما فيش يا جماعه خلاص الصفحه وخلصت، احنا لسه عندنا اربع مباريات تاني ان شاء الله نكسبهم ونبقى اول، فاتكلمنا وخلاص دي خلصت، فركزنا ان احنا في الدوري فبناخد حاجه حاجه، فان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله باذن الله، بنسعى نوعد الجمهور اللي احنا ان شاء الله نسعد وربنا يكرمنا الحياه الثالثه على التوالي ان شاء الله. جمهور النادي بقى الاهلي اللي مامن بيكم ودايما واقف في ظهركم، ما فيش يعني استحاله الجمهور يفقد ثقته فيكم، تقولوا له ايه وان شاء الله يعني النجمه ال11 اللي مستنيها جمهور النادي الاهلي؟ والله طبعا يعني بنقول لهم شكرا ان انتوا في ظهرنا، شكرا ان انتوا دايما بتدعموا اللعيبه كلها، فدي حاجه كويسه، وبنقول لكم ان شاء الله اللي جاي احسن، ونوعدكم ان احنا ان شاء الله باذن الله هنصعد، وان شاء الله ربنا يكرمنا ونحقق البطوله ان شاء الله عشان خاطر نهديكم الثالثه ان شاء الله باذن الله على التوالي. اخيرا بقى حسين الشحات، وعدنا بايه ونستنى منه ايه الفتره الجايه؟ والله بوعد كل اللي ربنا عايزه يكون ان شاء الله، واللي جاي احسن باذن الله، واعمل اللي عليا واعمل اكتر ان شاء الله صعد الفريق. شكرا بالتوفيق حبيبي. شكرا يا حبيبي، الله يخليك حبيبي ان شاء الله. كابتن ايمن، ده كان لقاءنا مع حسين الشحات نجم النادي الاهلي، الف مبروك النادي الاهلي وجماهيره العظيمه، ويا رب دايما النادي الاهلي يقف انتصارات وبطولات وانجازات. كما كابتن ايمن اتفضل.